يعني ما بدي احكي يعني تنظير، بدي احكي على الواقع. هي يعني لقب اجتماعي، في خدمات انت بتقدر تقدميها كفناني اكثر من الانسان العادي، لانه عندك جمهورك وعندك المفتاح قلوب الناس، تقدري تعملي مشاريع خيريه وانسانيه تديريها، كما انه ممكن الاستفاده منك كسليبرتي باحتفالات بتم استعاني فيكي. من ناحيتي انا اتس برستيجيوس لإلي انا انه انا يضاف لقب سفيره فوق العادي من مفوضيه بروكسل اليونايتد نيشنز، يعني هو على السي في حياتي مشرف جدا، وانا اكيد انه لو طلب مني اي خدمه في اي قطاع في اي بلد حكون متحركه، لاني انا حيويه يعني نشيطه، مش من اللي بياخذوا اللقب وبيحضروا بس كوكتيلات. أنا صنيعة عدة دول، أولهم بلدي لبنان، لأنه هو اللي أطلقني وألقى النور علي كست متحدثة إعلامية وأيضا مذيعة، لكن الانتقال إلى عالم التمثيل كان في مصر. يعني الخليج العربي ساعدني، الأردن ساعدني، أبو ظبي قدمتني كمحاورة، الشيخ عبد الله بن زايد الله يطول عمره وسموه كان أول ما ابتدى، هو عاشق، هو مثقف الأول يمكن في الإمارات، أنا معجبة جدا فيه. فكان عندنا صديق مشترك أستاذ محمد السويدي أيضا المثقف الكبير، فقدمني له وقدمت برنامج اسمه الفصول الأربعة، وأبو ظبي كان لها فضل على مسيرتي ولكن الإعلامية. لكن التمثيل acting هوليود الشرق، مصر هي اللي أضافت، أعطتني شهادي، أعطتني محبة الشارع المصري، البيت المصري، وهذه قيمة كبيرة كتير. يعني في نجمات صغار هلأ they are super star وultra star والبديك ياه، لكن البيت المصري الشارع المصري ما بيعرفهم ما بيحبهم، يعني ما بيعنوا له شيء. هي اسم موجود إعلاميا ومفرقعة وشاغل الناس، وأجرها ممكن يكون مضاعف عن أجري، لكن اللي أنا أخذته قيمة عالية جدا فوق راسي، هي قلب الشارع المصري. سأكون إن شاء الله هذا العام 2017 السلطانة جو البهار، وهو الشاه والسلطان، قصة ذكية جدا فيها طروحات جيدة وخطيرة وحساسة، بإنتاج ضخم لمحسن العلي، وحيكون الإخراج عالمي لأنه توقيع السيجنتشر عزيزية، محمد عزيزية مخرج أردني متمكن، الجرافيك عامل شغل كتير كبير، أما الخلطة فهي خلطة عربية، لبنان ومصر وسوريا والأردن وفلسطين والعراق، يعني يمكن في أسماء والسعودية والإمارات، في نجوم من كل الوطن العربي في السلطان والشاه. سترون سلطانة جو البهار كما لم ترونها، هيك صوتها. مطروح يعني طرحنا عربي، مش تركي ولا عثماني ولا إيراني، لأنه هو الشاه والسلطان. نحن عم نطرح فكر عربي، عم نحكي عن أهمية فهمنا للتاريخ حتى لا تتكرر الأخطاء ويعاد التاريخ الأسود الذي يهددنا، ربما هو يعني جرس ناقوس. فأنا الشاه والسلطان عجبني جدا كفكر، وقدمت شخصية صعبة جدا جدا، قاتلة قاتلة مدمرة لإلي، كانت عصبيا، ونهايتها كانت إنه ما بدي أحرقه، نهايتها صعبة جدا، نهايتها حتحبوا المسلسل، نهاية السلطانة جو البهار جديدة علي، 30 سنة من حياتي ما عملت هيك نهاية. منتج محسن العلي يعني هو اللي يملك القرار هل هو خارج رمضان ولا، والمحطات أيضا، يعني لأنه أعتقد في محطة هلأ، في محطتين عم يتنافسوا عليه، عمل ضخم جدا 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 مشرف. لما حيعرض يعني على أي محطة، مع احترامي الشديد لأي محطة، حيزود سكور، لأنه عامل شغل عزيزية، ونحن كممثلين فوق العادي فوق العادي. دائما عم بنطرح اسمي مثل ما قلت لك في مهرجانات فرانكوفونيه بلجيكيه فرنسيه اوروبيه، عم بكون بجوري، واحيانا بكون نائب الهيد اوف جوري، يعني بكون لي صوت ونص، كل لجنه لها قانونها. مالمو تقابلنا رئيس المهرجان الاستاذ محمد القبلاوي، تقابلنا في اي مهرجان يا مدلان، مسقط، كنت في مهرجان مسقط السينمائي، ايضا في الجوري عن الافلام الوثائقيه القصيره والتسجيليه، فقال لي بدي اياكي في مهرجان مالمو في السويد، بتوافق تكوني في الجوري؟ قلت له طبعا. فيعني هو اصبحت مطروحه
هي متعبة إذا عندك تصوير. إذا ما عندك تصوير فيك تسرقي 5 أيام، لأنه شقاء أن تكوني في لجنة التحكيم، شقاء نقعد 5-7 ساعات حسب يوميا، نعمل بريك بسيط شاي ومنكمل فرجة على الأفلام ده حتى نحكم، منا فسحة يعني.